تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الرئيس العام يجتمع برئيس الاتحاد الآسيوي ويكرم الدكتور صالح بن نصر ويزور الوحدة. الأمير خالد بن عبد الله يحفز لاعب الأهلي لمواجهة الجيش، ولجنة المنشطات السعودية تكشف على لاعب الشباب. الراشد ينعش خزينة الفتح، والنصر يمنح لاعبيه إجازة مطولة بعد الخروج من آخر منافسات الموسم. سوء الاستخدام يحول التكنولوجيا الحديثة لوسائل سخرية في الوسط الرياضي، وإدارات الملاعب تثير الجدل في كأس الأبطال. هذه عناوين الحلقة، نشوف أخبار شوت. يجتمع الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند 8 من مساء غد الأحد مع الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في جدة، وسيعقب الاجتماع لقاء مع وسائل الإعلام. ومن جهة أخرى، زار الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب مساء اليوم نادي الوحدة بمكة المكرمة، وكان في استقباله رئيس النادي علي داود رئيس مجلس إدارة النادي، والتقى الرئيس العام بأعضاء مجلس إدارة نادي الوحدة وعدد من أعضاء مجالس إدارات النادي السابقة، وقام بجولة اطلع خلالها على المشاريع الاستثمارية لنادي الوحدة. وشكر الأمير نواف بن فيصل في كلمته التي ألقاها كافة رجالات نادي الوحدة ومحبيه على ما يقومون به من جهود لخدمة هذا النادي المحبب للجميع، خاصة وأنه يتواجد في أطهر بقعة على وجه الأرض، مشددا على أهمية تظافر وتعاون الجميع لخدمة هذا النادي العريق، وأن يتخذوا من اسمه نصيبا في الرقي به وبشباب مكة ورياضيها. وأبدى سعادته بلقاء عدد من منسوب النادي وبعض الذين عملوا في مجالس إداراته السابقة، وقال أنه يسعد باستقبال أي من الأعضاء الذين لم يتمكنوا من الحضور هذا اليوم. واطلع الأمير نواف بن فيصل على عرض مرئي عن الاستثمارات التي تقوم بها شركة الوحدة. اجتمع الأمير خالد بن عبد الله رئيس هيئة شرف النادي الأهلي بلاعب فريقه الأول لكرة القدم عقب تدريبهم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد عبد الله الفيصل بحضور الأمير فهد بن خالد رئيس النادي للاستعداد للقاء الجيش القطري الثلاثاء المقبل بالدوحة في ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا. وطالب الأمير خالد بن عبد الله اللاعبين بالتركيز على المباراة المقبلة أمام الجيش القطري الذي يملك إمكانيات جيدة بدليل وصوله لهذا الدور من دوري أبطال آسيا، وأشار إلى أهمية مواصلة العطاء بالروح العالية والإصرار والحماس التي كان عليها الفريق في المرحلة الماضية، وبذل قصار الجهد من أجل مواصلة المشوار الناجح للفريق آسيويا. وتقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى الدوحة في 10 من صباح غد الأحد برئاسة الأمير فهد بن خالد، وكان اللاعب البرازيلي فيكتور سيموس قد غادر جدة متوجها إلى البرازيل لإجراء عملية منظار في أربطة الركبة نهاية الأسبوع الحالي، فيما أذن الطبيب المعالج للاعب عبد الرحيم جزاوي بخروجه من المركز الطبي الدولي ظهر اليوم عقب تماثله للشفاء من آلام المعدة التي لازمته الأيام الماضية وخضع فيها للعلاج. وأثبتت التقارير الطبية سلامة اللاعب وإمكانية خروجه مع بعض الوقت للراحة قبل أن يستأنف تدريباته مع الفريق الكروي الأول. أخضعت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات رباعي فريق الشباب الأول لكرة القدم أحمد عطيف ووليد عبد ربه وفرناندو مينغازو وسبستيان تيغالي للكشف، وذلك ضمن برنامج زيارتها للأندية، في حين عاود الفريق الشبابي تدريباته مساء اليوم السبت على الملعب الرديف بالنادي تحت قيادة المدير الفني لكرة القدم البلجيكي ميشيل برودوم، وذلك عقب عودة اللاعبين من إجازة يوم أمس الجمعة بعد فراغهم من لقاء الرائد. ومن المقرر أن يؤدي فريق الشباب تدريبا مغلقا عند 6:30 مساء غد الأحد أمام وسائل الإعلام والجماهير في الوقت الذي تقرر فيه مغادرة فريق الشباب إلى مدينة الدوحة العاصمة القطرية عند 11 من صباح بعد غد الاثنين، وذلك استعدادا للقاء الغرافة القطري ضمن ذهاب دور 16 من دوري أبطال آسيا.
قدم عبد الرحمن الراشد عضو شرف نادي الفتح دعما سخيا لإنعاش خزينة النادي الفتحوي بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وآخرها وصول الفريق إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال. وعلى الرغم من أن أعضاء شرف نادي الفتح يرتبون لاجتماع شرفي موسع لمناقشة ميزانية الموسم المقبل، إلا أن الراشد قدم الدعم في هذا التوقيت لتحفيز الفريق على مواصلة عطاءاته في بطولة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. من جهة أخرى، استأنف الفريق مساء اليوم السبت على ملعبه الرئيسي بالمبرز تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد في كأس الملك للأبطال الجمعة القادمة في الشرائع. منح الجهازان الفني والإداري لفريق النصر الأول لكرة القدم لاعبي فريقهما إجازة مطولة حتى منتصف الشهر المقبل بعد فراغ الفريق من جميع البطولات التي شارك فيها في الموسم الجاري، وآخرها خروجه من منافسات بطولة مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال عقب خسارته ذهابا وإيابا أمام الأهلي. وينتظر أن يعلن خلال الأيام القادمة برنامج الزمني لإعداد فريق النصر لمنافسات الموسم المقبل، بالإضافة إلى قائمة اللاعبين المغادرين والقادمين في ظل سعي إدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي على مواصلة استقرار الفريق وتقديم عطاءات مميزة في الموسم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية الحلقة نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو سلمان العنقري مدير التحرير بصحيفة جول أونلاين. مساء الخير سلمان. أهلا وسهلا فيك أخوي تركي، حييك وحيي المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا كابتن نايف العنزي المحلل الفني لبرنامج كرة. مساء الخير يا كابتن. يا هلا والله. أهلا وسهلا. الله يطول عمرك. عندك لقطات اليوم؟ والله وجود في مفاجأة بس خليها الأسبوع الجاي. في عندك مفاجأة من لاعب جديد في خانة جديدة؟ لا لا مش لا عن يعني عن ال الجولة اللي راحت عن أهمية يمكن احنا تكلمنا كثير على أهمية وجود المدربين الوطنيين وأن البلد لا يمكن تتطور بدون بناء قاعدة عن طريق بأيدي وطنية مثل الرياضة مثلها مثل أي مجال آخر. يمكن ما يقدمه الاتحاد الآن أو ما يعني شاهدتوه من نجوم بالنسبة للاتحاد، أتمنى إن شاء الله في الحلقة الجاية نبحث منهم يعني المدربين اللي طلعوا على أيدي وطنية. أنا متأكد صدق ولا عاطفة كذا عشان المدربين وطنيين والله تزعل بعض؟ أقول لك شيء، قول لي شيئين. طبعا كل اللي تشوفهم الآن وممكن برنامج كورة يعني التقي فيهم، هذو كلهم خريجين مدرسة أمين دابو. أول اللاعبين، اللاعبين وين اللي موجودين؟ وين اللي الآن عبد الرحمن في الاتحاد؟ عبد الرحمن وهتان وعبد الفتاح. عطني اسمع عشان احنا ايش نسند عبد الفتاح وما هو جاي من حطين ابو. لا انا اقول ايه طيب اوكي لو جاي من حطين من دربه في حطين بس كان على وشك يعني. اعطينا الاسماء اللي عند امين دابو. كابتن امين والله وحشنا الكابتن، ما طلع معنا هالموسم ابدا، ندور عليه بس ما يرد. طبعا هذا الكلام انا نقلته من الكابتن محفوظ حافظ. اوكي اعطينا الاسماء كل الموجودين مثلا هتان بهبري، هتان بهبري، عبد الرحمن الغامدي، عبد الفتاح عسيري، كلهم شغله امين دابو، محمد قاسم، كلهم كانوا في المدرسه عند امين دابو. بعدين انتقلوا مثلا طبعا ميزه الاتحاد الاهلي الان يصير بنفس المنهج. يمكن مشبب زياد اصبح هو المدرب بالنسبه للناشئين الاهلي. محفوظ حافظ، سالم سويد، عادل الثقفي، هذول مدربين وطنيين. الجمهور يتكلم عن النجوم ملفتين الانتباه وهم يستحقون بذلك يعني هذا الشيء، لكن من اللي يعني اوجدهم، من اللي اكتشفهم، من اللي دربهم، من اللي طورهم؟ لا شك انها يعني بايدي وطنيه. بضيف حاجه بس ابو عبد الله، اول شيء بالنسبه للمدربين الوطنيين طبعا احنا عندنا ممكن مشكله بعض النجوم ما يتقبل توجيهات والاراء من المدربين الوطنيين، هذا واحد. ولكن على مستوى المنتخب السعودي في انجازات وال14 اعتقد انه اكثر من 7 انجازات تحققت على يد مدربين وطنيين، ناصر الجوهر، خليل الزياني، محمد الخراشي، وهذه نقطه تساعد ولكن تاريخيا ما حد ذكرها. بقول لك شيء يعني كلمة ما يتقبلون ما أرى أن لها يعني موقع، لسبب أن الآن يعني المنتخبات في شرق آسيا في كوريا وفي اليابان أصبح الاعتماد الكلي على المدربين الوطنيين. طيب أقول لك أبو عبد الله، يمكن أنت قريب من كثير من اللاعبين وأنت تشوف في الوسط، ربما ما تكون قابلية للمدرب وطني أو مدرب حتى عربي بقدر ما هو يتقبل من مدرب شخصيته قوية مثل أوروبي بالذات يعني.
حتى البرازيليين الان اصبح برضه والله انا شايف هالنجوم اللي ما الاسبوع الجاي يعني انت الاسبوع الجاي تعطينا الرصد كامل باذن الله. طيب ننتظر حشوارنا غير ننتظر كابتن نايف في موضوعين. اليوم كنت انا في الملتقى ملتقى استثمار الرياضي عن الاستثمار الرياضي اللي ينظمه مركز الامير سلمان لاعمال الشباب، وكان المتحدثين الامير تركي بن خالد، الدكتور حافظ المدلج، الاستاذ احمد المقيرن، الاستاذ راشد الفوزان، والمهندس طارق التوجر، وكان حديث عن الاستثمار الرياضي في المملكه العربيه السعوديه، وكان حديث حقيقه جيد وحضور كان جدا مميز من الجمهور اللي كان متواجد. غطينا راح نعرض ان شاء الله بكره. في نهايه الحديث في رجل كذا جالس في الطرف يعني في طرف الصاله، وانتهى الحوار خلاص انتهى احنا نودع ونقول مع السلامه، فطلب الحديث قال ما عندي مداخله بس ابي اقول شيء. قلت اتفضل. قال لي انا ابغى اتبرع في موضوع الايتام اللي صار في مباراه النصر والاهلي واللي الكل انزعج منه. اعطاني كرت الرجل اسمه احمد بن عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجموعه احمد بن عبد الرحمن الجريسي. قال كذا باختصار في 1000 تذكره اتبرع فيها للايتام في مباراه الهلال القادمه امام الاخويه القطري. طلب مني اني اخليه يتواصل مع الاخوان في اداره نادي الهلال. اتصلت على مدير مركز الاعلام بنادي الهلال، اعطيته رقم هذا الرجل احمد بن عبد الرحمن الجريسي، يتبرع ب 1000 تذكره لاطفال جمعيه الانسان للايتام لحضور مباراه الهلال والاخويه القطري. حبيت اقول هذا الكلام على الهواء عشان نشكر الرجل اللي لما تكلم في الموضوع تكلم بعد ما انتهى الحديث وناس طفت الكاميرات وخلاص جهو يتكلم ويقول ويعلن عن هالمبادره. حق علينا ان احنا نقول له الف الف شكر، والتذاكر راح تكون بالتنسيق بين جمعيه انسان ونادي الهلال والتبرع من الاستاذ احمد الجريسي. الموضوع الثاني مباراه ركاء اللي مع الفتح شكو ابتسم الغيت متوقع الغيت اللي كان الهدف او كان جزء منها او الهدف من الريعها يروح للكابتن فهد الحمدان الله رحمه الله عليه، انه كان دخل المباراه حيروح لفهد الحمدان. جتنا اخبار المباراه الغيت، وانه نادي الفتح يعني بالحرف الواحد كان له حديث بالطريقه التاليه، انه بسبب انه ما في مقابل مادي وزحمه الجدول ايش اللي يخلينا نلعب مباراه مثل هذه؟ يعني لو في مقابل مادي نجي ما في مشكله، بس انه ما في مقابل مادي وحتى زحمنا ما حنلعب المباراه. الاخوان في ركاء قالوا ما عندنا مقابل مادي، يعني مباراه اي شيء بيجينا بنروح نوديه لل كن خيريه المباراه اكثر من ما هي عائله الكابتن فهد الحمدان، فصار الغاء المباراه. سلمان ممكن ايجاد حلول بديله يعني من الفرق اللي خرجت من المنافسات الان، يعني على سبيل المثال عندنا 4 فرق في كاس الابطال وعندنا اضافه لهم يمكن الهلال بس في اسيا، فبالتالي 5 فرق اللي الان عندنا تلعب. طيب باقي في الدوري كم؟ 9 فرق. التسع فرق هذه لو ربما لو حتى لو شكل منهم يعني منتخب، يعني تتوقع لو تبرع نادي واحد مثلا؟ لا مو نادي، حتى لو شكل منهم منتخب ولعب ضد ركا ما في مشكله، منتخب من الممتاز ضد لا بس التوقيت سلمان واللعيبه كلهم في يعني في كامل جاهزيتهم الان. هي لا لا أنا أتكلم عن التوقيت، يعني ما هو من غير المقبول من غير جيد انك يعني تعلن الموافقه ويعني يستعدون اللاعبين ويصير فيها حتى توجيه دعوه هل الفتح اعلن موافقته؟ اكيد ولا ثلاثه بحسب ركاء الاخوان اعلن موافقته الرسميه وبعدين اعتذر ان الموعد خطا من اي اعتذر اليوم يعني اعتذر اليوم بعد ما اعلن موافقته الرسميه هذا بحسب احمد العقيل انه كان في موافقه احنا سالنا قلنا جت موافقه طبعا الاحراج واللي يمكن كسر الخاطر ان الموضوع بالنسبه لنا جانب انساني قبل كل شيء بغض النظر عن المباراه يمكن تم توجيه الدعوه لوالد فهد الحمدان الله يرحمه وابنائه اللي هو الظاهر تم توجيه الدعوه لعائلته يعني ايه اذا هذا خطا من اداره الفتح والله تتحمل اداره الفتح واعتقد انه لو ريحوا اللعيبه الاساسيين ولعبوا باللعيبه الرديف في وقت قبل المباريات بكم يوم ما في اشكاليه إذا كان المشكلة مشكلة جدولة أتوقع أنه ممكن تنحل أتوقع لو حتى بعد المباراة الفتح بيلعب الجمعة والجمعة يعني ترى بينها 7 أيام لكن إذا المسألة مادية بحتة يعني ما أدري إيش يقول لكن أتمنى أنه المباراة هذه تقام عشان الشباب اللي في ركاء اللي موجودين اللي متحمسين لا ألغيت أنا اللي خلاني اليوم ما أجيب لك لقطات إيه أن كنا إلى الساعة يمكن 9
أو 9:30 وحنا متواجدين مع الأستاذ سلمان المالك، ويمكن حضر اليوم وما قصر، مشكور، يمكن تشكر من اللاعبين بأن يمكن توجيهنا كان هي أكثر منها أنها تكون يعني خيرية. راحوا اللعبة يعني؟ خلاص ألغيناهم. ألغيتهم عسكر؟ إيه. اليوم؟ أقول لك 9:30 بسبب هالموضوع؟ بسبب الموضوع يعني، هي وكان الفكرة أن نلعب مع الفات، كان الفكرة أنها يعني الآن حتى لو في أي نادي يتبرع أن يلعب مباراة يعني، قال أنه أنا أبغى ألعب هالمباراة عشان رايح العائلة في هذا الحمدان، ما عاد في مجال خلاص. والله طبعا هو اللعيبة موجودين في المعسكر ورحلاتهم على أنها يوم الاثنين، لكن المباراة والمعسكر تكنسل، لكن هل متواجدين في الرياض أو خارج الرياض؟ طبعا أغلبهم بطيران، وما تصور أن الحجوزات بهالسهولة أنها يعني تلغى اليوم. كل واحد بيروح الوجهة يقدرون يلقون ايه؟ هالأيام في دوام ما في مشكلة بيلقون حجز. المنشطات تفحص رباعي الشباب وبرودوم يجهزوا الفريق سرا مع وجود المنشطات، فحص المنشطات ولا مش معه؟ ايوه في المباريات المفروض انه يكون موجود، لكن كانت عليه اشكاليات كبيره في الفتره الماضيه، وانا اعتقد انه المنشطات موجوده في كل دول العالم لجنه المنشطات، لكن ما ادري شو الاشكاليات اللي تسبب وقفه وبعدين اعادتها، وقفه بعدين اعادتها عندنا بشكل غريب، وخاصة على الألعاب المختلفة. الألعاب المختلفة لو يكون التركيز عليها بشكل أكبر، ونحن نشوف شلون الإيقافات تكون في الألعاب المختلفة بالذات، لأن ربما وهي أنا أعتقد أنه ما هو الحافز أنه يبحث عن الفوز وما الفوز، بقدر ما هو يكون عنده ضعف ثقافة يعني، يتناولون بعض الأشياء اللي تكون في الجانب المنشطات، وبعض اللاعبين ما عنده ثقافة أنه هذه تكون منشط محظور إلى آخر. والله وجود يمكن بعد أنا أقول الحديث الجريء والتصريح الجريء من عبد الله بن مساعد، الأمير عبد الله بن مساعد، بالنسبة لل يعني بعض الممارسات الخاطئة للاعبين، أنا أتمنى مو بس لجنة المنشطات، أتمنى إدارات الأندية أنها تسوي كشف دوري على لاعبينها، لأن هذا يعني ويضع في العقود يعني، ما وقع معاك عقد أن مثل هالأشياء لو اكتشف حتى لو كان غير معلن ان فيها خصومات، فيها جزاءات، فيها امور كثيره تترتب عليها، لاني انا ادفع لك ملايين مقابل اني انا استفيد منك طول الفتره اللي موجوده في عقدك. اذا مثلا طبعا هذه موجوده في اوروبا، الكشف يعني عن الكحول، عن امر ذلك، السجائر او الامور اللي قد تكون هي يعني تضر باللاعب، وبالتالي النادي يدفع يعني اموال طائله مقابل ايش؟ مقابل انه يكون عندك مثلا رصيد، وانك في بعض اللاعبين يا وجود يسافر ويرجع ثاني يوم للتمرين، وهذه حقيقه يعني، بس ما راح اقول موجود ايه، ما راح اقول الانديه، ما راح في للاسف يسافر اليوم بعد التمرين ويرجع بكره على التمرين، ومش لاعب ولا لاعبين ولا ثلاثه ولا. فأنا أتمنى أن إدارات الأندية تتبنى قبل الكشف، قبل لجنة المنشطات، نفس إدارات الأندية، وتكون يعني جزاءات رادعة مثل الأشياء. طيب عموما هو الخبر حق الغاء المباراة صراحة، بالذات لما قلت أنه وجهت الدعوة لوالد فهد الحمدان، صراحة الخبر مزعج يعني. نروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. إدارات الملاعب تثير الجدل في كأس الأبطال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا FM في المملكة العربية السعودية، سلمان العنقري ونايف العنزي هم ضيفاء حلقة الليلة. جاهز الاتصال يا شباب ولا لسه؟ طيب معنا على الهاتف سلمان المالك من شركة ركاء الراعي الرسمي لدوري الدرجة الأولى. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء النور أخوي تركي، يمسي عليك وعلى ضيفك. هلا وسهلا فيك. الله يبارك فيك ويسلمك، يمسي على الكابتن نايف ومسي على أستاذ سلمان المالك. أستاذ سلمان، شو اللي صاير في الموضوع، موضوع المباراة اللي ألغيت؟ والله يا عزيزي الحقيقة يعني الموضوع هو غريب نوعا ما، ولكن يعني احنا كنا الحقيقه التزمنا مع الاخوان في نادي الفتح في موعد معين على ان تقام مباراه غدا او بعد غدا يوم الاثنين. التزام رسمي ولا شفهي ولا وشو؟ والله التزام مع الاخوان في الرابطه، مع الاخ احمد العقيل، وابدو يعني اعتقد انه التزام رسمي
طيب. هل هو كان عبر خطابات او عبر اتصالات هاتفيه، ولكن احنا فهمنا ان الموضوع معتمد الموعد، وبناء عليه يعني تم تجهيز المنتخب والاخوان الكابتن نايف وزملائه وما قصر الله يعطيهم العافيه، وبناء عليها تقرر اقامه المعسكر ودفعت مصاريفه. ولكن الغريب في الموضوع انه جانا الطلب الغالي قبل فقط يعني 24 ساعة تقريبا من موعد إقامة المباراة، وهذا أربكنا في الحقيقة. يعني صعب الآن أنه نعيد ترتيب حجوزات اللاعبين، بعضهم مرتبط بإجازات ومواعيد، أيضا صعب إيجاد فريق الآن لأنه أغلب الأندية، يعني حنا سمعت الأخ سلمان قال أنه ممكن يتم تجميع بعض اللاعبين من الأندية، وجدنا أنها صعبة جدا. أيضا صعب أنك أيضا توجد فريق فترة بسيطة، رغم أنه نادي الرياض يعني مشكورا وافق، لكن توقيت نادي الرياض لا يناسب توقيت المعسكر وتواجد اللاعبين. طبعا المبررات الحقيقة اللي طرحوها الأخوان في نادي الفتح مع احترامي تقديري لهم، يعني مبررات ما كانت موجودة في السابق. إيش المبررات؟ يعني فنية ولا فعلا مقابل مادي؟ لا، لو فنية كان من الأساس اعتذروا في أول ما طرح الموضوع، بالعكس هم أبدوا استعداد. وإحنا طبعا يعني كانت المباراة مع بطل الدوري تعني للاعبين، تعني أيضا لأسرة الفقيد الله يرحمه، فكان بالنسبة لنا الموضوع مباراة هي تكريم وخيرية أكثر من أي شيء. لكن الإخوان سمعت بعض طرحهم أنه يعني كانوا يبحثوا عن راعي ويبحثوا عن مقابل مادي، يعني الاخوان معسكرين هم يعني موجودين في معسكرهم، يعلمون عندهم مباريات في كاس الملك. ايضا لم يطرح فكره المقابل المادي، المباراه كانت منقوله تلفزيونيا عبر السعوديه الرياضيه. كل الظروف كانت يعني تشير للمباراه ناجحه، تؤدي الهدف، تبرز لاعبين كانوا متحمسين. طيب ايش الخطوات اللي عندكم الحين؟ ايش اللي حتسوونها؟ خلاص اللاعبين حيروحون ولا حتتكلموا مع الفتح وتقول لهم شوفوا اذا في مقابل مادي تعطونهم؟ والله يا طويل العمر يعني الآن أصبح الوضع يعني صعب، اللاعبين الآن تركوا المعسكر، لكن يعني بالنسبة لأسرة الفقيد إن شاء الله إحنا راح نكرمهم تكريم لائق إن شاء الله في الحفل الختامي، يعني ونعوضهم عن هذه، وإن شاء الله نعدهم بتكريم أفضل إن شاء الله. بالنسبة للمنتخب صحيح أنه شلون حيكون في تبرع مالي يعني لعائلة الكابتن حمدان؟ بإذن الله، بإذن الله، سواء أقيمت المباراة كانت أو لم تقام، هذا كان نيتنا موجود. يعني كان ودنا انه حقيقه نبرز جهد حتى المدرب الكابتن نايف المدرب القدير، حابين نبرز اللاعبين اللي تحمسوا ليبرزوا انفسهم امام الوسط الرياضي. فكره كانت يعني كان لها فوائد كثيره، لكن لم يكتب لها النجاح الكامل، نجحت جزئيا، لكن اتمنى انها تجد دعم اكبر ان شاء الله من الاتحاد السعودي وايضا بقيه الانديه. يعني هذا اعتبره يعني نوع جانب ايضا يساهمون فيه، ايضا هم قد يستفيدوا ايضا الفتح وغير الفتح من مشاهده بعض اللاعبين هذه. ولكن يعني كان عذرهم الحقيقه يعني هو مجرد فقط بعد تاهلهم، يمكن اعادوا حساباتهم وحطوا جعلوا الجانب المادي عذر، وان كان لم يطرح في السابق اساسا يعني. وايضا دخل المباراه كانوا يعني يقولون انه دخل المباراه يجب يكون في راعي عشان يكون دخله لأسرة الفقيد، دخل الجماهير اللي كان راح يقام بحكم انها في محافظة الأحساء ومع فريق الفتح اللي الآن منتشي وجمهوره مبسوط، قد يكون يعني عائده جيد، ولكن للأسف لم يكتب لها النجاح. طيب. وكل الجهود هذه يعني ما أتت ثمارها كاملا. أنا أحب الحقيقة أشكر الكابتن اللي جالس جنبك الكابتن نايف وكل جهازه الفني على جهوده، وأشكر الكابتن صالح المطلق أيضا على الفكرة اللي طرحها، ويعني كان لنا شرف في تبنيها، والرابطة أيضا في تنسيق ودعم هالفكرة. شكرا لكم أيضا أنتم في برنامج كورة على متابعتكم الدوري ركا، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. شكرا جزيلا. الدعم إن شاء الله. شكرا جزيلا. سلمان المالك مدير عام شركة ركاء القابضة يعلن أنه التبرع المالي لعائلة الحمدان سيصل سواء قيمة المباراة أو لم تقام. شكرا لركاء، مبادرة تستحق الثناء والشكر مثل مبادرة الجريسي لجمعية إنسان بألف تذكر في مباراة الهلال والخوية. اليوم ركاء تقول احنا راح نكرم عائلة الحمدان
قيمة المباراة وما أقيمت في الحفل الختامي للدوري الدرجة الأولى راح نسلمهم. هذه الأخبار اللي تفرحنا كثير مو شوي. الله يعطيهم العافية. موضوع الصحفي اللي اخترت اليوم سلمان، مقال الزميل ناصر الجديع في صحيفة النادي المليونير. صحيفة النادي؟ اي نعم. النادي الشكل الجديد كذا الصراحة شكل إخراجي جميل جدا. صحيفة النادي هي تنقرأ كذا والصبح الأخيرة بالعرض مطاحة الأوراق بعد شوية جيبها. أعطونا يا شباب الموضوع الصحفي، إيش اللي أثارك في الموضوع؟ تحدث عن عقود اللاعبين وما عقود اللاعبين والمبالغ. يمكن أبو عبد الله قبل شوي تطرق الجزء بسيط برضو من الأمر، إنه كثير من اللاعبين، يعني طبعا الزميل ناصر تطرق إلى أنه دول كانت أقل منا كثيرا بالإمكانيات، وحتى ربما عقد لاعب واحد من اللاعبين المنتخب السعودي فقط يعادل قيمة اللاعبين المنتخبات اللي قابلناها كاملة، ومع ذلك احنا تلقينا نتائج، يعني خاصة في 2011 في كأس آسيا من سوريا من الأردن وكثير من المنتخبات. للأسف احنا ما تعلمنا الدرس. الدرس الثاني اللي أعتقد أنه قدم الفتح بربما يمكن 9 أو 10 لاعبين منسقين ومبعدين من أندية أخرى تصرف الملايين، وصلت ميزانيات لأكثر من 50 مليون 60 مليون، ومع ذلك الفتح يحقق بطولة الدوري. يعني ما حقق بطولة كأس مثلا بالمصادفة، لأنه بطولة الدوري على 26 جولة حقق رقم قياسي ب20 فوز. أنا أعتقد أنه يعني المبالغ هذه اللي قاعدة تدفع، وللأسف أنه الآن ربما لو يجيك اللاعب سين ويقول لك أنا أبغى 7 مليون في السنة في الموسم، طبعا هذا رقم كبير جدا. أنت حتى لو ما تدفع له في نادي ثاني بيدفع له، وهذه الإشكالية. يعني على سبيل المثال الآن احنا نشوف شلون محمد السهلاوي الحين قريب عقده ينتهي، نواف العابد قريب عقده ينتهي في الهلال، تشوف التنافس كيف. يعني محمد السهلاوي لو ما يوقع للنصر بخمسة مليون ستة مليون ربما يدفع له نادي بستة مليون في السنة أو سبعة مليون، لأنه مهاجم وهداف. نفس الأمر نواف العابد، وهذه المبالغ أنا أعتقد من وجهة نظري أنها مبالغ كبيرة جدا. وإحنا في فترة سابقة يعني كان المبلغ الأكبر ربما مليون مليونين بالكثير في السنة على النجم الستار، لكن لاعب يتحصل على 35 مليون على 5 سنوات أنا أعتقد أنه مبلغ كبير جدا، وخاصة أن بعض نركز على بعض العقليات ربما قبل ما يبدأ يعني في الفريق الأول كان يمكن منتهى طموحه أنه يكون مع 200 ألف، خلنا من نبقلين له فجأة يجي واحد يتحدث معه أنه أعطيك 5 مليون في السنة 6 مليون في السنة 7 مليون في السنة. أنا أعتقد أنه خلنا نقولها بالعامية صدمة حضارية له، يعني فجأة أنه يكون 5 مليون 6 مليون 10 مليون في حسابه رقم كبير، ربما أنه يسبب إشكاليات كثيرة خاصة على اللي أعمارهم صغيرة 19-20 سنة. صحيح. وهذا اللي يسبب للأسف انخفاض المستوى، تفاوت كبير في عند بعض اللاعبين. صحيح. كابتن شو موضوعك الصحفي؟ عن موضوع بالنسبة للاستقبال اللي هو شيء في جريدة الجزيرة، يا أخي تسوي أنت بس النادي تسوي لها دعاية خلص طلع الجزيرة خلص ومرفع كنت برفع الصحيفة بس دام كذا بعاندك يلا كمل عن الاستقبال وعن التصفيق اللي او حراره الاستقبال بالنسبه لعبد الرحمن الغامدي. وطبعا يمكن كان يجوا مواعدين بالنسبه للاتحاد. حلو الدعاء لا لسه ما جات الكاميرا كمل هداف دوري ترى فتره يعني طلعونا الجزيره عشان بس ما يورطنا نايم. الفكره في الموضوع هو يعني التجديد او ضخ الدماء الشابه بالنسبة لنادي الاتحاد، وأعتقد أن يمكن هذا يعني أعطى معالجة ومعالجة سريعة لما كان عليه حالة الغليان بالنسبة لجمهور الاتحاد على إدارة نادي الاتحاد. إخراجه لفريق يعني قوي ومتمرس مثل نادي الهلال، تقديم هالنجوم، طبعا أن نقول نجوم ولكن لا زالوا في بداية الطريق، مشوارهم طويل جدا، لكن الفكرة في الموضوع أتمنى أنها تكون يعني أن مشكلتنا دائما أنديتنا هي مقلدة وليست مبتكرة. يعني يمكن الآن الزج بالأسماء الشابة دي ممكن السنة الجاية تشاهد أكثر من نادي يسوي نفس الحركة، ما في فكر يمشون عليه. والله إلى الآن الاتحاد ما حقق هذاك النجاح اللي يعني ربما لو يتوج بالكأس حتى لو ما قوة تنافسيا الموسم القادم بس تطلع مواهب. يعني الاتفاق يعني مواهب. شوف أنت الآن لا تطالبهم بطولات، بالعكس أنا أقول لجمهور الاتحاد وإدارة الاتحاد لو طلبوهم ببطولات في هالمرحلة هذه ممكن يقتلونهم. طبعا مرحلة التغيير إنه يوجد لاعبين بهذه يعني الإمكانيات مع الوقت، يعني انا اتصور انها تكون يعني البناء من الناشئين والشباب. هذا هو الاستثمار، مثل ما قلت انت 5 مليون انا ممكن انشئ فيها ملاعب. معنا على الهاتف نائب رئيس نادي الفتح الاستاذ سعد العفالق. مساء الخير.
هلا والله، مساك الله بخير اخوي تركي والاخوان الكرام اللي معك في الاستوديو. اهلا وسهلا فيك. الحقيقه انا ودي بس اوضح وجهه نظر النادي في موضوع الاعتذار عن مباراه دوري ركا مع نادي فتح. الحقيقه احنا الحقيقه اعطينا موافقتنا المبدئيه للاخوان في الرابطه على اقامه المباراه يوم الاثنين القادم اللي هو بعد بكره. والحقيقه الاخ محمد النويفه مشكورا الله يجزاه خير، وكل لي مهمه البحث عن رعاه وناقلين للمباراه كقنوات فضائيه وكرعاه اللي جعل المباراه دخلها كبير اعلاميا وماليا من اجل الهدف اللي هو وضع من اجله تكريما للفقيد الرياضة المغفر له الأخ فهد حمدان الله يغفر له ويرحمه. فهذا كان الهدف الأساسي من إقامة المباراة، ومن اللي نقول وكلوا له المهمة هذه واشتغلت الحقيقة الموضوع، تواصلت مع قنوات فضائية مختلفة على موضوع أنهم ينقلون المباراة بمبلغ يعني يوزع على النادي وعلى المنتخب ويعطي جزء منه لأسرة الفقيد، بالإضافة إلى إذا تنازلنا عن موضوع دخل الجماهير في المباراة. الحقيقة أنا تحركت في الموضوع ولكن للأسف ما وجدت قناة ناقلة، اعتذرت قناتين عن النقل وكانوا حتى ما كانوا عندهم إمكانية أنهم يكونوا المباراة على التلفزيون. قناتين ما في السعودية عندنا إلا قناتين من القناتين، القناة الرياضية ولاين سبورت يعني قناتين. سنتين هم اعتذروا عن نقل المباراة وكانوا قالوا أنهم ما لقوا لهم رعاه عشان يقروا المباراة، كذلك اعتذروا على نقل المباراة، فصار ما في هدف من إقامة المباراة أتكلم إعلاميا، هذا على وجه. الوجه الآخر يوم إحنا أعطينا الموافقة المبدئية كان ما بعد يبين معانا موضوع نصف نهائي كأس الملك، وكان على أساس إنه بيكون سبت أو أحد نصف النهائي، هذا اللي فهمناه من الإخوان في لجنة المسابقات. بعد ذلك يوم إحنا تأهلنا صار حطوا المباراة يوم الجمعة، فنضطر إحنا نسافر يوم الأربعاء الى مكه، ومباراه تقام يوم الاثنين، واللاعبين كانوا مجهدين وصار عندنا اصابات كبيره في الفريق، ايضا من ناحيه فنيه بيكون في نقص كبير في الفريق اللي بيلعب في مباراه دوري الركاب، فايضا القيمه الفنيه للمباراه ستضعف. ثالث شيء موضوع الدخل اللي بيكون بالمباراه، لا نقل تلفزيوني لا رعايه، ولا اعتقد بيكون هناك حضور جماهيري، يعني احنا نسوي حملات اصلا ومن اعضاء شرف عشان نخلي الجمهور يجي يحضر في المباريات، وغالبا المباريات يعني نحمل مصاريف تذاكر على اعضاء الشرف وعلى شركات الراعي للنادي، فما اعتقد انه بيكون في دخل مناسب من الجماهير ايضا للمباراه، فلذلك اصبح العوامل كلها لا من ناحيه اسره الفقيد الله يغفر له، ولا ناحيه فنيه نادي الفتح، ولا اعتقد حتى اعلاميا لنجوم دوري الركال اللي يبون يبرزون بشكل واضح قدام الاعلام ياخذون حقهم الاعلامي في مباراه تكريميه من هالنوع. فحسينا الحقيقه في النادي ان المباراه فقدت هدفه وبريقها، فلو قيمت في هذا الوقت بهذه الطريقه اعتقد بيكون ما في احد كاسب بالموضوع، وهي فقط اداء واجب نحن نسوي المباراه ونخلص من الموضوع. طيب ليش ما اديت الواجب؟ اذا ما ساتدخل ان احنا لو ان احنا حطينا موعد بديل واشتغلنا على رعايه المباراه بشكل بدري ولقينا ان قناه ناقله بس معلش استاذ سعد معلش اسمح لي بس وضع افضل بكثير يعني ان احنا نقيمه بس استاذ سعد اسمح لي بس ركاء الحين هم يقولون مستعدين يدفعون الفهد الحمدان وعائلته او لعائله فهد الحمدان الله يرحمه مبلغ مادي يعني ونحن كذلك عندنا المبادره ما يخالف الغازنية موجوده طيب. لموضوع مثل هذا خلينا نكمل بس خلينا نكمل في تكريم لاسره استاذ سعد اول من يبادر استاذ سعد اسمعني كمل انا اكمل لك انتم التزمتم امام لاعبين يعني في لاعبين في منتخب ركاء يعني ينتظرون هالمباراه انتم الان تعطون تفاصيل في مصلحتكم فقط يعني في اداء للواجب انت قبل شوي قلت انه ناديها من باب اداء الواجب ادوا الواجب طيب طيب لو ادينا الواجب يا اخوي تركي ومباراه لا طلعت في التلفزيون ولا حد شافها ايش الفائده الموضوع؟ لا انا اللي اعرفه انه لاين سبورت تحديدا نعم قالت راح تنقل المباراه مجانا هذا رسمي خطاب اليوم طيب انا بس خلنا اقول لك الحين انا انقل على لسان احمد العقيد لاين سبورت تحديدا وافقت على نقل المباراه وقالت انا ما حدفع شيء ولكن المعلنين اذا جو مناصفه بيننا وبينكم طيب انا اعطيك واليوم الصباح جاني ايميل من الاخ تركي الخليوي يعتذر
انا المسؤول عن الموضوع مو احمد عقيل. في خطاب رسمي طالع من محمد نويفر من رئيس رابطه المحترفين بتكليفي شخصيا انا في موضوع اداره الملف التسويقي والنقل التلفزيوني حق المباراه هذه. وانت ما قدرت توفر اي مسوق اسبوع لاين سبورت لما ردوا وكذلك القناه السعوديه اسبوع كامل ويوم ردوا علي يوم بدات اعتذر وقال لي الخطاب. السؤال كم المبلغ المتوقع او اللي انتم تحتاجونه مثلا لاقامه هذا الحدث حتى يقام من الناحيه التسويقيه دخل الجماهير كم المبلغ المطلوب يعني وانت تبحث كنت تبحث عن اي رقم؟ يعني اهم شيء مصاريف المباراه تغطى ويطلع مبلغ مجزي لعائله فهد الحمدان هذا الهدف. اي كم عائله الحمدان؟ خلاص الحين ركاء ماخذين الموضوع متولينا خلاص. شركه ركاء قالت عائله الحمدان على قولتهم انا قبيلهم، هذا على كلام سلمان المالك يعني قالوا بيكرمونهم وان شاء الله اذا كان كلامي غلط يعدلون، عندهم تليفون نايف العنزي يعدلون. انا اقصد انه عائله الحمدان خلاص الحين برا الموضوع، نتكلم على منتخب ركاء. كم الكلفه اللي انتم تطلبونها مثلا حتى تقام هالمباراه مثلا من ناحيه مصاريف المبلغ اللي انت كنت تبحث عنه كسعد العفالق الموكل لك تسويق المباراه؟ والله حقيقة أنا أقول لك نبي مبلغ مجزي على الأقل يوزع على العاملين في الملعب على كم يا غالي الملعب كم على مصاريف المباراة سواء معسكرات سواء أكيد الفريق بأسكر المباراة أستاذ سعد تقيمة كم المبلغ أنت لما كنت تبحث عن في التسويق يعني الهدف اللي كنت تسعى له كم كان؟ يعني كنت أتكلم أنا بيكون دخل المباراة 100,000 ريال مش لنادي سعد، أتكلم بصفة عامة 100,000 ريال بس؟ هذا اللي كنت اعتقده يعني بيكون من قناه ناقله وكم معلن 150,000 ريال. طيب بس سؤال، لو في 100,000 اندفعت يعني مثلا نفترض جدلا انه جاء واحد قال هذه 100,000 تقام المباراه ولا ما تقام؟ بس اليوم ما في حتى نقل تلفزيوني يا ابو يا بحالك ايش عليك في النقل التلفزيوني؟ انت تبغى تدخل حقه واحد قاعد يقول لك هذه 100,000. ما هاي بسيطه ما هي اشكاليه، الاشكاليه حتى النقل التلفزيوني المباراه ما راح تنقل. اليوم انا جاي اليوم يعني المباراه اذا ما حيشوفونها الناس وبتاخذ فلوسها. زين اقصد لك يا ما تبغاها واذا هي حتنشاف وبدون فلوسها تبغاها مختار يعني الان انت بين طريقين، يا تلفزيون تنقل المباراه وكل الناس تشوفك وما حتاخذ ولا ريال، يا ما في تلفزيون وفي واحد بيعطيك 100,000 ريال ولا حد يشوفك. العب انت منتخب ركاء واستفيدوا فنيا والهدف خيري. بسألك سؤال واحد يا استاذ تركي، بسألك سؤال، المساله الان هل هي فقط اقامه مباراه ولا اقامه مباراه بشكل لائق للجميع؟ اللاعبين النجوم ركاء احنا قاعدين نحل الموضوع معاك سعد بس تشوفه في التلفزيون ايش الفائده لابوها؟ استاذ سعد طول العمر احنا قاعدين نشوف الموضوع كيف ينفك وينحل. اقامه المباراه فنيا هذا النايف والمنتخب ركاء ولكم، ترى احنا كمشاهدين ان شفناها استمتعنا وما حصلت متعتنا ما حتحجب الفائده الفنيه. انا اسال اذا في مبلغ ال 100,000 ريال توفر يعني صار في 100,000 ريال تقام المباراه ولا ما تقام؟ بس عشان نعرف. والله ما اعرف، انا اشوف الاخوان في النادي. طيب شوف الاخوان في النادي وبلغنا، شوف الاخوان في النادي اذا توفر ال 100,000 تقام المباراه ولا ما تقام؟ لانه يمكن احد يجي يقول يا اخي هذه 100,000 ريال وخلي منتخب ركاء هذا يلعب وخلي اخوان في نادي الفتح يلعبون وعائله فهد الحمدان متوليتهم شركه ركاء. شوف الاخوان في نادي الفتح، اسمع لي نايف، شوف الاخوان في نادي الفتح اذا يوافقون ولا لا. بس والله انا اشوف الاخوان اذا المعضله 100,000 ريال يعني ان شاء الله ما هي المعضله 100,000 ريال يا اخوي تركي. انا قلت لك المباراه هذه مباراه تكريميه ومباراه المفروض تكون لها زخم اعلامي عاد انهم يبرزون هذه النجوم وتكون مباراه سعاد. انا قاعد احاول احل معاك الموضوع، اذا انتم ما تبون المباراه تقام نهائيا ما في داعي نحاول نحل الموضوع. المساله يعني انا قاعد اعطي حلول الحين معاك حتى بدون شيء ما نلعب وراء ما عنده مشكله، مستعدين هسه بعد ما عنده مشكله. طيب الحين السؤال ما لها قيمه المباراه. السؤال لو انحل هذا الموضوع حتلعب المباراه ولا انتم ما تبون تلعبون حتى لو انحل الموضوع؟ من الاخير يعني اقول لك اياها بكل امانه ما راح الفريق كامل بيلعب ولا حتى يمكن جزء منه. ما حد طلب منك التشكيل، العب بالطريقه اللي تناسبك انت، كان ممكن تلعب يوم الاثنين بالرديف ما يقدر يقول شيء نايف، نزلت للرديف. اي لكن شو القيمه الفنيه لنجوم ركاء وللفاس وشو القيمه الفنيه لفارق الطريقه ذي؟ ما في قيمه فنيه. الحين كل مبارياتك اللي تلعبها الوديه تضمن الفريق اللي امامك انه يلعب اساسي؟ مو يغيرون 20 تغيير، المنتخب يتغير قدامه 20 تغيير. والله اذا كان هم بالنسبه لهم هذه قيمه فنيه بتضيف لنجوم ركاء لا تلفزيون بيشوفها. رديف بطل الدوري ترى مهم.
يعني يعني رديف بطل الدوري مو شوي. هو العمل ما هو اكيد اكيد اتكلمك انا ما عندي مشكله بالموضوع هذا من المباراه ما هو. طيب الحين السؤال، بس السؤال، لو توفر موضوع الماده اللي هو ال 100,000 ريال اللي انت كنت تبحث عنها كتسويق، في احد ستلعب ولا ما تلعب؟ انت مفهمني ان ما عندك ساعه حتى بدون فلوس يا طويل العمر، ما عندي مشكله. لكن الهدف، الهدف انا اقول لك لما المباراه اهداف كاملة متكاملة، إعلاميا، تسويقيا للدوري الركاء، تسويقيا للنجوم، هذه الناس تشوفهم، مباراة تكون في جماهيرية الناس تتابعها، قم مباراة كان احنا قم مباراة ودية وخلصنا في النادي ولا حد درى عنه، ما فيه فائدة، ايش الفائدة من الموضوع؟ انا احنا قابلين ما عندنا مشكلة بهالطريقة ذي، ايش رايك؟ نقيم مباراة، لكن ايش الفائدة منها؟ طيب ايش رايك؟ ايش رايك سعد؟ انا خلينا ناخذ راي الجمهور في الكلام اللي انت قلته الان للمشاهدين، ايش رايك؟ تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ اسعدك حاضر. طيب للمشاهدين، انتم سمعتوا كلام المهندس سعد العفالق، هل كلامه مقنع بالنسبه لكم ام غير مقنع؟ على تويتر البرنامج بكره نعرض النتيجه، والاستاذ سعد العفالق سمح لنا انه لو انحلت المشاكل هذه بسيطه، يعني مثلا المبلغ المادي جاء وتوفرت تكفي ولا ما هو مهم؟ مش مهم ابدا. انت مصور لي انه مادي يا سعد، قلنا موضوع التلفزيون اذا مو مادي خلاص لاين سبورت بكره تنقل لك بلاش، ما تدري او القناه الرياضيه تنقل لك بلاش اذا مو موضوع مو مادي. طبعا انا بكلمهم بنفسي، كركي الخليوي وغانم القحطاني بكلمهم انا بنفسي، غانم مير السعوديه الرياضيه قالوا ابد احنا ما عندنا امكانيه وواحد نقل، وذلك قالوا اول شيء بلينجل وافي، واذا جو رعاه، اذا جو رعاه نص بنص، وبعدين قالوا مير هوانا. طيب هذه الناس عندي تبي تسلك على الايميل تشوفهم يا اخوي تركي عشان تصدقني. لا لا صدق حقيقه يعني لا لا انا اقبل كلامك كله بكل تفاصيل. خذوها كانهم يعني يبون يعني يبرون ويحطون الحمل علينا، الموضوع ما 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 ضبط. لا هم ما سووا شيء عشان يبررون، انتم اللي سويتم، انتم اللي محتاجين تبرير، هم ما سووا شيء، هم ينتظرون المباراه، يعني هم ما هم مو محتاجين يبررون لاحد في ركاء ترى. هذا وجهه النظر اتوقع اخوي تركي واضحه، اذا كان في اي شيء ثاني. لا لا ابدا ابدا، شكرا جزيلا سعد العفالق نائب رئيس نادي الفتح كان معنا في مداخله، راي الجمهور مهم، نشوف يعني اذا كان كلام الاستاذ سعد العفالق مقنع نطرحه بكره، ما هو مقنع نطرحه بكره على تويتر البرنامج. تعليق اخير يا ليت، انا مو تعليق بجود، والله سلمان المالك قال الى 200,000 ريال انا ادفع، بس في نقطه ابو عبد الله ترى سلمان المالك اي والله هذا الكلام اليوم بجود، في نقطه بس مهمه، هي المباراه مقرره يعني قبل وفاه حتى فهد الحمدان، ابو عبد الله وضح لي هالنقطه قبل وفاه فهد الحمدان، ف بعد وفاته الله يرحمه يعني حدد انه ريع هالمباراه أيه. لاسرته، واللي هي محدده من اول يعني انها بيكون تسويق لدوري ركاء وفيها عائد مباراه يعني مادي واعلامي الى اخره. طيب. وفني بالضبط. طيب. لكن الرجل بامانه اليوم باجتماعه معنا قال لو وصل المبلغ الى 200,000 ريال انا مستعد ادفع، بس الفتح يمكن ينظر ترى لهالمنظور اللي هو التسويق والاعلامي والفني، كان كلموه في امور ماليه ممكن يحلها، يعني الرجل مستعد يدفع الى 200,000 ريال. اي عموما هذا وجهه نظر الاستاذ سعد العفالق نائب رئيس نادي الفتح، قدم كل التبريرات للمشاهدين، بكره نشوف نتيجه تصويت الجمهور على تويتر اذا كان كلام مقنع ولا لا، اذا 200,000 ريال ياخذون 100,000 للتسويق و100,000 للقناه الناقله، وكف الله المؤمنين شر القتال. يعني خلينا نشوف تقرير يتحدث عن ادارات الملاعب والجدل اللي يحدث دائما. الدرة، استاد الملك فهد الدولي، هذه المنشأة الظاهرة التي لطالما تغنينا بها لسنوات وأبهرنا العالم بروعة تصميمها، بل وكانت محل إعجاب وإبهار. استضاف استاد الملك فهد الدولي العديد من المناسبات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي، نجح المسؤولون فيه بالتنظيم واستطاعوا أن يجعلوا منه ظاهرة كرة القدم العربية، ولكن وخلال الأيام الماضية وبالذات أثناء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، ظهرت مشكلتين تنظيميتين حدثتا في ذات المكان الذي نفخر به، نعم في المكان الذي أشبعناه مدحا. اليوم الأربعاء 8 مايو،
أيتام جمعية إنسان يتوجهون لمتابعة اللقاء الذي يجمع النصر بالأهلي ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. النتيجة لا يمكن تصورها بأي حال من الأحوال: الإبعاد من الاستاد وحرمانه من متابعة أحداث اللقاء. من المسؤول؟ إلى من تشير أصابع الاتهام؟ في اليوم التالي إدارة نادي الاتحاد تصعد للمنصة للجلوس في الأماكن المخصصة لها، فإذا بها تفاجأ بمن يمنعها بالجلوس ويوجهها للجلوس في مكان آخر بحجة أن هذه المقاعد محجوزة للجماهير سلفا، ثم يتكرر المشهد بعدها بلحظات بمنعهم أيضا من الجلوس في الأماكن التي جلسوا فيها وتوجيههم لمكان جديد. استغراب واستنكار اتحادي من هذه المعاملة. من المسؤول؟ وإلى من تشير أصابع الاتهام؟ جوانب تنظيمية قد لا نعلم عنها شيئا، لكنها أضاءت الأنوار تجاه ما يدور في أكبر منشأة رياضية سعودية، وفتحت أوراقا جديدة جاهزة لكتابة الكثير من الاعتراضات التي قد تعدل الأوضاع التنظيمية والإدارية في الملاعب السعودية. جدل في الأخير الأيام الأخيرة في إدارة الملاعب. أول شيء في نقطة عن الملاعب، يعني الملاعب أنا أشوف فيه عزوف جماهيري يعني غير طبيعي، خاصة في الموسمين اللي هو الموسم الحالي والموسم العام الماضي. يعني إحنا نشوف الرقم القياسي، أعتقد أنه ما وصل 30,000، الرقم القياسي الأكثر حضور جماهيري في مباراة ما وصل 30,000. فالمعاناة دائمة يعني سواء الجماهير وإدارات الأندية وإلى آخره، وللأسف في تفاوت من ملعب إلى ملعب. يعني كل إدارة ملعب لها قوانينها ولها أنظمتها. يعني تيجي الملاعب مثلا على سبيل المثال لما كان استاذ الأمير عبد الله الفيصل في جدة، جميع اللافتات مسموحة، اللافتات سواء بالعصا أو بدون مسموح. في الرياض لا، ما هي مسموح. في الدمام في لافتات مسموحة، في جدة ما هي مسموحة. مختلفة الأنظمة، فمختلفة الأنظمة من ملعب إلى ملعب. إضافة الآن حتى الآن وصل الأمر إلى إدارات الأندية، يعني إدارة نادي الاتحاد ما تحصلها مقاعد مخصصة لها، علما بأنه فيها أصلا مقاعد مخصصة لكل إدارة نادي مع أعضاء مجلس الإدارة عدد معين، أعتقد أنه تصل إلى 10 مقاعد في المنصة خاصة زي الأستاذ الملك فهد. ولكن ما نقول، لأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أنا أعتقد أنه بنوصل مثل ما يعني احنا كنا نشوف الحضور الجماهيري الضعيف جدا في دول الجوار 2,000-3,000 يعتبرون رقم قياسي، 4,000-5,000. الان احنا نشوف في السعوديه بدانا نوصل هالارقام. احنا نشوف في مباريات 3,000 و4,000 وهي مباريات انديه جماهيريه كبيره. طيب بعد بنروح الفاصل، قبل ما نروح الفاصل في بندر عبد السلام اللي هو شركه دور الفا اللي احنا من خلالها برنامج كوره يبث البرامج ويا هلا استديوهات دور الفا. الاستاذ بندر عبد السلام يقول: يسرنا تماما التكفل بالنقل التلفزيوني لمباراة الفتح وركاء، والبث متاح لأي قناة تبث من خلاله. يعني بينقلون المباراة واللي بياخذ البث وينقل ما عندنا مشكلة، مجانا. الأستاذ بندر عبد السلام، نشوف يمكن المباراة تقام، يعني إذا هذا المشكلة التلفزيونية انحلت وراح تأخذ القنوات من خلال دور ألفا مجانا. وتقول انت الاستاذ سلمان مالك يقول مستعدين ندفع 100 إلى 200,000. اي ابو جود، اذا مثل هالاشياء متوفره مع احترام يعني يمكن للفتح وعلى اساس اسره فهد الحمدان، يعني انا ليت يكون نادي يعني يمتلك قاعده جماهيريه مثل الهلال. لا مثل لا, 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 لا لا من جد والله، معلش معلش مش تقليل يعني. معلش معلش لا، اذا فيه دخل يا ابو جود اسمح لي. ليش انت فهمتها كذا؟ لا انا فهمتها كذا، ما اقدر افهمها الا كذا. الفتح إيه؟ بطل الدوري، ما نتكلم على بطل. إيه؟ أنا تكلمت على لا لا أنا لا أتكلم إيه؟ على دخل. أنا هذا الكلام لا يمكن، عشان والله جاب بديل نروح يكون هذا الرد على الفتح.
لا أقبل أبدا يكون. لا بالعكس موجود. أنا والله ما أقبل. أنت تبيها عمل إنساني. عمل إنساني وعلى عيني. والله إيه بس ما أقبل هالكلام. والله خلاص جاء ما نبغى الفتح. شوف والله ما أسقط أنا. ما تقصد كذا. لا والله أنا ما أسقط. لا أنا أتكلم الفتح. على إن. فعلا إذا الأخوان في نادي الفتح يقبلون. يعني تخيل مثلا معليش يا وجود. يعني مع احترامي أنا ماني يعني هذا شيء واقع. أنا ماني بيجي بشيء من عندي. يعني تخيل مثلا ضد الهلال مثلا أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي. كذا مع بعض يا أخي. ليش كذا أنتم كل واحد يعني. ليش؟ الفتح يوم ما صار ما في مداخل نقل تلفزيوني قال ما أبي أنتم يوم جاب نقل تلفزيوني قلتوا ما نبي الفتح يا وجود ما يصير يا أخي مو تبي الخير لأشرة فهد الله يخليك يا أخوي فهد فتح حمد الحين طلعونا إياها من الموضوع ركاء قالت متكفلة في يوم طلعونا إياها من الموضوع أجل خلاص الحين الفتح لا إذا بس علشان المباراة هذا موضوع ثاني الفتح لما ما صار في مسوق لحظة الله يخليك الفتح لما ما كان في مسوق ولا نقل تلفزيوني قال ما بيلعب المباراة أنتم لما جاكم النقل التلفزيوني قلتوا ما نبي الفتح مبرر انتفت الأهداف لا يعني ما يصير ابدا شكرا دور الفا اذا الاخوان في نادي الفتح يبغون يلعبون المباراه لانهم ابطال الدوري شركه دور الفا تتكفل بنقل المباراه مجانا واللي يبغى ينقل المباراه عن طريق دور الفا اهلا وسهلا هذا بحسب الاستاذ بندر عبد السلام فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث في البرنامج سوء الاستخدام يحول التكنولوجيا الحديثة لوسائل سخرية في الوسط الرياضي أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية سلمان العنقري ونايف العنزي اللي زعل الفتحويين هم ضيفا حلقة الليلة لا بالعكس أبو شوف أول شيء يمكن أنا أكثر واحد تكلم عن الفتح وكل بونا يمكن أعطينا الفتح حقه وهو يستحق بصراحة يمكن لا جمهور ولا إدارة فعلا يعني يستحق منا كل الشكر لكن أنا قلتها من باب يعني أنا أتكلم في واقع وليس يعني ليس تقليلا من الفتح أنا طبعا لو في هذاك ممكن أقول الشباب أو أقول مثلا لا أنا أتكلم والله من باب يعني زاوية جمهور وليس زاوية إن بعد ما طيب يزعلوا من الفتحاوين إيش تقول له يراضوا لنا ونلعب معهم اللي زعلوا منك اللي زعلوا منك الكلام اللي قلته شكله لا لا ان شاء الله اني لا اقصد الاساءه هذا اولا يعني ولا يمكن اني اقصد الاساءه ولا هم يستحقون فعلا يعني ان الواحد مثلا يقلل من لا ابو عبد الله اذا كان جمهور الفتح بيحاضر مثل مباراه الاهلي الاخيره اللي هو تتويج الدوري او اهلا وسهلا او مباراه الاتفاق اللي في الدمام عشان تكون في الصوره يعني الفتح يعني معامله خاصه عندنا في البرنامج الموسم هذا بطل الدوري يستاهل يستاهل يعني استاهل. ارجوك اسمح لي الوحيد اللي لبس تيشيرت يعني التيشيرت وانا اقدم البرنامج نادي الفتح فما يعني ان شاء الله انك انت ما تقصد عارف ان انت شخص جدا محترم والله يا وجد ولا عمرك اسأت لحد بس يمكن لا لا ان شاء الله لا ان شاء الله اني ما لن اسيء ولا لا يمكن اني اسيء لاحد لكن انا جبتها والله من باب يعني للوالد اللاعب يعني اشرف فهد الحمدان الله يغفر له خلينا نشوف اليوم كان تكريم الدكتور صالح بن ناصر وكيل الرئيس العام لرعايه الشباب سابقا حضر مراسلنا عبد الله الراشد اقاموه اهالي مكه ومحبي نادي الوحده والاسره المكويه للدكتور صالح بن ناصر نشوف نهني أهل مكة برجل مثل صالح بن ناصر الذي خدم الرياضة السعودية طويلا قدم غالي ونفيس لخدمة الرياضة وخدمة الوطن عبر المجال الرياضي شكرا لك دكتور شكرا لكم أنتم لاهتمامكم شكرا لأهل مكة بأكرموني بهذا الحفل وما في شك أنه هذا دليل وفاء منهم وفي نفس الوقت أيضا أشكر كل الرياضيين وكل أبناء المملكة المنتمين للأسر الرياضية على مشاعرهم الكريمة اللي عاصرتها خلال سنوات طويلة تكاد تقرب من 50 عام لكن الحمد لله أنه يعني كان العمل فيه شيء من المتعة والمتعة في العمل لا تأتي إلا بشيء من الأمور السلبية ولكن السلبية التي تساعد الإنسان على أنه يتعلم وإذا صار عنده عمل سلبي في فترة يجب أن يكون عمله القادم يكون يعني عمل ما في نسبة كبيرة تكون من النجاح التجربة دائما
العملية ممكن يستفيد منها الإنسان اللي عنده رغبة في الوصول إلى نجاح معين ودرجة معينة من الإنتاج اللي يرضى عليه المجتمع. الحمد لله الأمور مشت معي بشكل مناسب. وجدت كثير في بداية حياتي العملية من الأشخاص اللي نصحوني كثير من النصائح، تمسكت بها ونفذتها وكانت خير معين لي في حياتي العملية. هذه الليلة تعتبر من أسعد الليالي في حياتي، لأنها يعني بتعبر عن وفاء وتقدير لابن من أبناء مكة، وهذا التقدير في الحقيقة بأشعر به من كل يعني الرياضيين العاملين في المملكة. والليلة كان في مشاركة من أندية من خارج مكة كثير، يعني كانوا مشاركين وكثر خيرهم على أنهم تعنوا يعني موضوع السفر والترحال إلى مكة لحضور هذا الحفل. أشكر بالذات صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل اللي في الحقيقة امتداد لوالدي ولعمه الأمير سلطان فيما غمرتني به هذه الأسرة الكريمة من ثقة ومن دعم ومحبة، كما أحببتهم هم يحبوني وأشعر بهذا الشيء. الأمير نواف أن يأتي من الرياض ليحضر هذه المناسبة، وكان سيبعث بكلمة مسجلة ثم غير رأيه وقال لا أنا حاحضر، وكان يعني شيء كريم منه. أنا لم أعلم أنه حاضر إلا الليل اليوم، وكانت مفاجأة يعني جميلة جدا منه. شكرا لكل الحضور، معالي وزير الثقافة والإعلام رفيق دربي في الحياة من يوم إحنا في المرحلة الابتدائية في مدينة في يعني محلة جروة اللي كان فيها مدرسة اسمها الخالدية كنا ندرس فيها. رفيق دربي في الإعلام في وزارة الإعلام لما عملنا مع بعض، ولا زال الصداقة والمحبة هي اللي تجمعنا. شكر لأمين العاصمة المقدسة اللي شرفنا الليلة بوجوده، ويعني كل الحضور أنا سعيد جدا بهذا الحضور الكبير وبالمشاعر الكريمة اللي تلقيتها من هؤلاء الناس. تشعر ليس صالح بن ناصر ولكن كل إنسان عامل أنه سيجد هذا التقدير والاحترام والمحبة من أبناء الوطن الغالي، لأنه وطننا وطن الوفاء. والتوفي كنت مع رياضتنا، شكرا دكتور ونتمنى لك التوفيق يا رب. شكرا لكم وتحياتي لكل الإخوان في البرنامج الرياضي كورة. حلو الوفاء وحلو التكريم للناس اللي خدمت وقدمت للرياضة السعودية. نشوف حديث الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأستاذ محمد الفايز رئيس نادي الاتحاد. أنا سعيد بأن أكون ضمن كوكبة من الشخصيات التي تؤمن بأن الرياضة رسالة وبأن الرياضة حضارة وبأن الرياضة وفاء. فنحن هذا اليوم في يوم من أيام الوفاء. يستحق الدكتور صالح كل هذا التكريم، ويستحق الدكتور صالح الوقفة الصادقة من القيادات الرياضية، خاصة وأن من رعى هذا الحفل صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل، رجل الرياضة الأول الذي يعرف أيضا معنى الوفاء، ويعرف أيضا ما قدمه الدكتور صالح لرياضة الوطن منذ أكثر من 40 عاما. أكرر التهنئة للقائمين على هذا التكريم، وأكرر سعادتي وغبطتي بأن أكون هنا في هذه البلد الطائرة، على أمل أن نلتقي دائما وأبدا على صعيد المحبة والإخاء والوفاء. اللي عمله الدكتور صالح بتاريخه اللي ذكر بعضه سمو الأمير نواف، وذكر بعضه أستاذ أحمد عيد، وهو ذكر من قاموا معه وكانوا زملائه يعني اللي خلوه يوصل للمنصب ده من جميع اللي في التاريخ، وقال إنه التقدير يكون لهم أولا قبل أن يكون له. هذه قمة في الأخلاق وقمة في القدوة والأسوة حتى الشباب يتأسى بها، إنه الواحد
ما ممكن يقول زي ما قال قارون إنما أتيته على علم عندي، إنما ربنا سبحانه وتعالى سخر له الناس وسخر له الأسباب اللي يوصل للهدف، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالدكتور اليوم في قمة الأخلاق شكر جميع من كانوا في معيتي ومن ساندوه ليصل إلى ما وصل إليه، أمواتا كانوا أو أحياء. فأنا أقدر الدكتور ونعرف الدكتور من أيام الدكتور عبد الفتاح ناظر، أنا كنت في مجلس إدارة الدكتور عبد الفتاح ناظر، ومعرفتي بالدكتور صالح جيدة جدا. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة. عبد العزيز شرقي يطالب الاتحاديين بالاتحاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. سلمان العنقري ونائب العنزي مضي في حلقة الليلة. نرحب بمستمعي رؤيا تلفزيون في المملكة العربية السعودية. نشوف بين قوسين. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم مقالة الكاتب عبد العزيز شرقي من صحيفة الرياضي تحت عنوان أيها الاتحاديون اتحدوا، والتي جاء فيها: لماذا لم تأخذ قضية نائب رئيس الاتحاد عادل جمجوم حقها الرسمي من اهتمام الرئاسة العامة لرعاية الشباب والتي تناقض موقف مديرها؟ فمرة يقول إن الإجراء غير رسمي، ثم يعود مرة أخرى ليقول إن كل شيء نظامي وصريح، فيما يتهرب رئيس اللجنة الهويمل من الرد المقنع بحجة أنه انتقل إلى إدارة أخرى. بالله هل هذا منطق يمكن أن يبرئ ساحته من المسؤولية؟ الطامة الكبرى ذلك البيان الذي وزعته إدارة الاتحاد، فلا هو معروف مصدره وما هي أهدافه وغاياته الرسمية. ويضيف الكاتب: رعاية الشباب تمارس الصمت الآن على عملية التزوير الاتحادية، وكأن الاتحاد ليس تابعاً لها، أو كأنها تريد لمشكلة الاتحاد أن تبرد وتتآكل مع بعضها حتى يصيبها العفن وتصبح قضية غير مهمة عند رعاية الشباب، ويبقى الاتحاد في صراع بين منتسبيه من أعضاء الشرف ولاعبيه وجماهيره التي لن تسكت على الحال المايل، وتحدي الجمجوم لهم بأن إدارته ستكمل سنواتها الأربع، ولا يعلم غير الله إلى أين تسير بالنادي وما هي أهدافها. لا تقولوا إن الإدارة الاتحادية تريد اتحادا جداويا، فهذه غاية أخطر، إذ أن الأندية لكل المواطنين. ويختتم الكاتب مقاله قائلا: أطرح سؤالا بريئا، كم دفع رئيس النادي الفائز حتى الآن؟ وكم دفع نائبه الجمجوم مع أن حالتهم المادية جيدة جدا؟ وكيف يريدون الدعم من أعضاء الشرف والجماهير وهم لم يبادروا بهذا حتى يكونوا القدوة للبقية؟ طيب نشوف ضيوف حلقة الغد. أحمد المسبيح الكاتب والناقد الرياضي المعروف. عبد العصام الدين الكاتب والناقد الرياضي المعروف. طيب نذكر أنه في نهاية الحلقة بأن الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الجريسي تكفل بألف تذكرة لجمعية إنسان للأيتام لحضور مباراة الهلال وأخوية. شكرا أستاذ أحمد الجريسي. شركة ركاء تقول ان راح تكرم عائله الكابتن فهد الحمدان بغض النظر قيمه المباراه ام لم تقام في الحفل الختامي، تكريم مادي. الشركه دور الفا للانتاج الاعلامي والتلفزيوني تتكفل بنقل مباراه الفتح وركاء اذا تراجع الفتح وقرر خوض المباراه امام منتخب ركاء. أذكر فقط بسؤال السؤال كان مطروح على تويتر. أنتم سمعتوا كلام الأستاذ سعد العفالق نائب رئيس نادي الفاتح، نبغى بس على تويتر تقولون إذا الكلام اللي قاله مقنع أو غير مقنع،
وبكره راح نعرض النتيجه على الهواء طبعا بموافقه الاستاذ سعد العفالك. سلمان شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم، نتمنى ان شاء الله نكون قدمنا المفيد. شكرا جزيلا نائب، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لك يا وجود، واذا تسمح لي بس يمكن احنا تكلمنا كثير عن راكا لكن ما تكلمت يمكن انا شخصيا عن صاحب الفكره واللي دائما يمكن طرح افكار كثيره اللي هو كابتن صالح المطلق، يمكن تكلم او طرح سبق وطرح فكره منتخب الباء، سبق وطرح يمكن واتمنى انها تنفذ فكره دوري الرديف. فدائما يمكن اللاعبين القدامى اللي يمتلكون يعني او دخلوا مجال التدريب مجال الاعلام قد يكون يعني طروحاتهم تؤخذ ان شاء الله انها بعين الاعتبار. شكرا لك يا كابتن، الله يعطيك العافيه. موعدنا غدا 11:30 في امان الله.